أربعة أشهر وأكثر غابت فيها المياه عن الحي الشمالي في بلدة أم القطين شرقي المفرق، ليصبح عداد المياه بغير ذي داع على أبواب المنازل، والحاضر الوحيد تنكات المياه الخاصة. من 86 ساكن أم القطين، من 86 أول واحد ساكن الحي هذا أنا، إني عاني بالمياه ذاك الوقت، لأنه ما فيها عندنا لا مياه ولا ناس عنده مقفة الله يرقبوا المياه، ما نسيت. كل ما هذا على التنكات الوكيل، وهسه اشوف التنكات وجبت قربه اعبي فيها مي وزراعه بي. صار المي تقريبا ما جتنا من بدايه الصيف من اول رمضان واحنا نعاني. قاعدين نشتري ميات ميه بالتنكات نشتريها مشترى. ما خلينا ايات وسيله عشان الميه ولا ما احنا مستفيدين شيء من مره. مناشدات عده وزيارات متكرره لاداره مياه الباديه الشماليه ووزارتها ولا حلول. المواطنون هم الأكثر معاناة بسبب غياب المياه وتكلفة الصهاريج التي أرهقت كاهلهم، وكل الأسباب تعود إلى مضخة ضعيفة وعدم قدرة وصول المياه إلى هذا الحي المرتفع بحسب إدارة المياه. أنا آخر مشترك، وفي ولادي عندي بدهم يشتركوا بالمية، ولأن أنا ما تجيني مية، يقولوا ليش نشترك وأنت ما تجيك مية. أنا منه علي والله من قبل رمضان ما تجيني ولا دلفة مية، من قبل رمضان يعني جو صار ثلاث أربعة أشهر ما تجيني مية، إلا بشتة تجيني ضعيفة، بعد بشتة تجيني ضعيفة، ومية بالعافية حتى يجيك التنك، بالعافية حتى يجيك التنك، يعني بس إنك ما تحب وحب إنه حتى يجيب لك مية. بحث آني بالأسباب لإيجاد حلول للمشكلة نتج عنه وجود خط ناقل شبه مغلق قد يكون هو السبب بحسب فريق الصيانة، وهذا ما سيثبته وقت دور المياه الذي يأتي مرة كل أسبوع. فإذا لم يكن هو السبب فسيكون هناك أسباب أخرى، ولحين اكتشافها سيبقى المواطن هنا دون ماء. مشكلة نقص المياه والتي أصبحت عادة صيفية تعاني منها معظم مناطق المملكة تحتاج اليوم إلى خطة استراتيجية للوقوف على الخلل ومعالجته كعلاج دائم، من دون البحث عن حلول مؤقتة لا تسقي ولا تغني من عطش. أنس الحراشة، المملكة، أم القطين، البادية الشمالية الشرقية.